على ناصية الحلم. كان يقف بعيداً، هو القادم من فريد شرق بالهتم القديم، يوم أن استشعر صوته هادراً قوياً قادراً على أن يلامس شغف القلب، فكان أن حول ذلك الصوت إلى أغنية ما زال صداها يتردد في أذان محبيه. فما أن تسمع اذكر زمان الحب حتى يعود بك الزمن إلى أبطال ديرتنا، ولا بد حينها أن تتوقف طويلاً مع يا منتخبنا الغالي لتردد مع صاحب هذا الصوت فرحة الفوز دائماً، فلقد كتب مغنيها سيرته بصوت من ذهب. أنا عبد الرحمن محمد الماس من مواليد 1954، مولود في منطقة شرق في الهتم القديم، ودرست في مدرسة الخليج العربي. كنا نروح المدرسة بعدين مع شباب من عيال الهتمي، كنا نروح مشي للمدرسة. وكنت أحب الرياضة في البداية، وكنا نتمنى يعني إحنا آخر ثلاث حصص كنا ناخذ الرياضة، طبعا ما نغيب يوم اللي في الرياضة ما نغيب. كنت شقي شوي في المدرسة وعندي شباب، فأنا رايح المدرسة أغني لهم هم يرددون معاي لين نوصل المدرسة، بس في المدرسة خلاص دراسة ثانية. في البيت ما أغني لأن الوالد شديد. وبعدين خلصت الابتدائية رحت المعهد، درست المعهد، ويوم كنت في المعهد الديني رحنا المعسكر الكشفي، وكان نفس الشيء في الليل في سهرات وكنت أغني فيها، وشجعون الشباب في المعسكرات مع المدرسة. وعقب ما خلصت المعهد رحت المعهد الموسيقى، درست أكاديمي طبعا، وخلصت ثلاث سنوات في المعهد. وعقب رحت مصر، بس يعني الظروف حدثني ان انا ما اكمل. في هالاثناء رجعت تقريبا سنه 73، فانا كانت عندي سياره تقريبا 73، انا عندي سياره فاسمع الاغاني في السياره، وكنت اروح نادي اسمه نادي التحرير قديم، فاغني في النادي يعني في الغرف، وهذه نجتمع مع الشباب شوي نغني. لكن الوالد ما يدري، يعني لو كان يدري الوالد ان انا اغني مطرب كان يمكن يطردني من البيت. مره كنت سهران في النادي، عندنا فيلم شغال في النادي، فتاخرت يمكن لي الساعه 11 بالليل، فالوالد سال الاخوان في البيت، انا ما حد، انا قاعد اشوف الفيلم، فيجي سالهم قال لهم عبد الرحمن وين؟ قال عبد الرحمن في النادي. وجيت أنا ما أدري، دخلت الغرفة، طبعاً أول كلنا ننام في غرفة واحدة، دخلت الغرفة ونمت، خدت الفراش ونمت. وأنا نايم حسيت إن واحد يضربني، أنا فكرت إنه حلم، فحسيت لا ضرب مستمر، فقمت إلا الوالد الله يرحمه ماسك العصا ويضرب فيني. وأنا ما قلت لك ما تأخر، وهاي قلت أيوبة كل الساعة 11، قال ما في. المهم ضربني الضرب ذيك الليلة ما قدرت أرقد، وإخواني ما قالوا شيء. لما طلع الوالد من الحجرة تموا يضحكون علي، قال قلنا لك لا تأخر هاي حصل ضرب، مرة ثانية بتحصل أكثر بعد. فمنها الحمد لله يعني ما كنت أتأخر بالليل كلش. وأنا راح أقول شيء، إن أنا في اعتقادي يعني إن الوالد ما كان يدري إن أنا أغني، يعني لو يدري إن أنا أغني ممكن يطردني من البيت، بس الإخوان والأخوات كلهم يدرون، فما درى إن أنا أغني لين الله يرحمه توفى، لأنه هو انتقل لمنطقة الوكرة وأنا تميت مع الربيعة في البيت، وكنت أخاف أروح
حق الوالد. أروح له مرات، لكن يعني كل مرة أروح له أخاف أنه يضربني، يعني يدري، بس الحمد لله أنه ما كان يدري أنه أنا أغني. والله أنا كنت أتمنى أن الوالد الله يرحمه يعني يسمعني لو مرة واحدة. ما كان يسمعني، أغني ما في شيء أقول له أنا بغني، مستحيل يسمع. فكنت أتمنى أن الوالد الله يرحمه يعني يسمعني وأنا أغني، بس الوالدة كانت تشجعني. الوالدة كانت تدري أن أنا أغني وأغني، لكن الوالد الله يرحمه ما كان يدري. وبعدين أيام المعسكر كنت أغني، أيام المعسكر في النادي، الرحلات مع الشباب. يعني أوقات أقول لهم أنا ما أروح الرحلة، قال لا لازم تروح، طبعاً ندفع اشتراك للرحلة، أنا ما يأخذوا من الاشتراك. فالحمد لله أيام كانت جميلة. يعني في السابق كان في برنامج اسمه نادي الهواة في تلفزيون قطر، وقالوا لي الشباب ليش ما تروح تقدم يعني؟ قلت والله وقدمت، رحت التلفزيون سجلت اسمي، وكان يقدم المرحوم الله يرحمه فوزي الخميس. فقال لي لازم تسوي تست أول شيء، قلت أوكي. فغنيت له أغنية مالك يا حلوة مالك، قال لي خلاص بقف أنت، خلاص لازم تجينا بكرة تسجل طوالي، إحنا بكرة بنبدأ فلازم تسجل. قلت زين، ما حد اللجنة ما سمعت؟ قال ما يحتاج، أنا سمعتك خلاص. سجلت الأغنية مع الفرقة، كانت عندي فرقة اسمها فرقة الجزيرة أنا مشترك فيها، فكانت الفرقة هاي هي اللي تعزف حق الهواء في البرنامج. فغنيت أغنية مالك يا حلوة حق صباح فخري. فالمهم في كل 15 حلقات يأخذوا الأول على الحلقات كلها، والحمد لله يعني خدت الترتيب الأول. فاللي يأخذ الأول الإذاعة تأخذه تبنيه يعني. فبدايتي من 73. الأخ عبد الرحمن وقف قبل الآن وقفة ما يحسد عليها، كان أول ما قدم صراحة ينتفض، وأرجو أنها ما تخون ذاكرتي بأنه كان خايف جدا في ذاك اليوم. أنا أتركه يقول شلون كان شعوره، شنو الأغنية اللي غناها، ومن كان يقلد في ذاك الوقت. والله أول مرة قلدت الفنان صباح فخري موشحات، صح؟ موشحات أغنية مالك يا حلوة مالك. نعم. أنا بعد ما خلصت من برنامج نادي الهوى كان تقريبا عمري 16 سنة، وبعدين اهتمت فيني إذاعة قطر وقدموني لمراقبة الموسيقى والغناء. فسجلت أول أغنية اسمها أذكر زمان الحب مع الإذاعة، كلمات خليفة جمعان وألحان إبراهيم علي. فسجلوا لي تقريبا الأغنية هاي في سنة 73. عقب استمريت في الأغاني العاطفية والرياضية. الرياضية بديت في سنة 76، كانت بطولة عسكرية عندنا في الدوحة، وقالوا لي نبي أغنية رياضية. فسجلت أول أغنية رياضية من كلمات المرحوم جاسم صفر وألحان المرحوم حسن علي في سنة 76، اسمها يا منتخبنا الغالي. هذه الأغنية تعتبر أول أغنية رياضية سجلت في قطر. اليوم يكبر يا منتخبنا الغالي، الله أكبر، اسمك بلدنا، لونك عالمنا، اسمك بلدنا، لونك عالمنا، فوزك أملنا، والله يا منتخبنا وبعدين استمريت في الأغاني، واستمريت في التعاون مع الله يرحمه حسن علي ومع جاسم صفار. يعني أنا كل أغاني الرياضية من ألحان حسن علي. فاستمريت، بعدين سجلت أغاني وطنية وسجلت أغاني عاطفية، وكنت أحب أسمع الأغاني العراقية والأغاني السورية، وعاد أندم مع نفسي يعني.
بس الأغنية اللي أنا أدندنها مع نفسي اسمها مرينا بيك محمد، فأحب أسمعكم شوية منها. مرينا بيك محمد وإحنا بمطار الليل، وسمعنا دقق هوا وشمينا ريحة هيل. مرينا بيكم حمد وإحنا بقطار الليل، وسمعنا دقق هوا شمينا ريحة هيل. يا ريل صيح بقهار صيحة عشيق، يا ريل وهدر هواهم ولك حدر السنا بالقطار. رائد من رواد الأغنية القطرية، محب للغناء، شغوف به، نجح في أن يترك بصمة كبيرة في مسيرة الغناء القطري والخليجي وحتى العربي. كيف لا، وهو الذي تمرس وصقل موهبته بطريقة أكاديمية مميزة، فعرف كيف يصون موهبته ويحسن صوته ويمنحه الإحساس الذي يجعله باقياً. فهو كان وما زال العزيز انت التي تلامس شغف قلوب مشجعي ناديه المفضل العربي. انا تقريبا يعني بدايه مشواري الفني بعد برنامج نادي الهوى في سنه 73، سجلت الاغاني في الاذاعه واهتمت فيني الاذاعه واستمريت بالاذاعه، فقال لي لازم تستمر. يعني حتى صدى الأغنية كانت يعني كان الصدى موجود في الإذاعة، فقال لي لازم تغني، تستمر تغني. فسجلت مسكين قلبي وسجلت والله عدة أغاني يعني. عقب اللي سجلناه في التلفزيون كنت أعمل جلسة في التلفزيون، يعملون لنا جلسات، وشاركت في حفلات في دورة الخليج، والحمد لله استمريت يعني. لين التحقت في المعهد الموسيقى، كان المعهد توا فاتح جديد، فدرست في المعهد 3 سنوات، وعقب بعثونا ودونا أنا مع مجموعة، أنا وأخوي سعد ميلي، وكان معنا الفنان أحمد علي، وكان معنا مدلل، بعثونا كلنا المجموعة لمصر. استمرينا، بس أنا ما استمريت معهم، هم استمروا يعني. أنا وسعد رجعنا، أنا ظروفي ما كانت تسمح لي أن أتم بالمعهد، وبعدين رجعت مرة ثانية لإذاعة ومسكوني إذاعة اسمها إذاعة هنا الدوحة، كنت أنا المسؤول عنها، أنا والمرحوم جمعة سالمين. كانت الإذاعة هاي تبث 4 ساعات يومياً من الساعة 8 في الليل للساعة 12، بس الساعة 12 تسكر الإذاعة. وكانت كنت أحط أغاني وطنية بالنسبة للمناسبات الوطنية، كنا نحط أغاني وطنية، ويوم الجمعة البرنامج غير طبعاً، حط أغاني حق الشياب، والبقايا 4 ساعات. وكان كنا نبث من جهاز كاسيت، يعني نحط الجهاز والجهاز بروحه يقلب الشريط. واستمريت تقريبا لين يمكن 8 سنوات كذا، بعدين توقفت الإذاعة وتميت في الإذاعة،
ومسكوني رئيس قسم المنوعات في إذاعة قطر لين تقاعدت من حسب التقاعد تقاعدت من الإذاعة والحمد لله أنا الحين متقاعد. أحب أحرف اسمها في زرقة المداد أحبها بلادي أحبها بلادي أحب وجهها المرسوم المرسوم في فؤادي في فؤادي في فؤادي. أنا طبعا حبي للرياضة كنت في نادي اسمه نادي التحرير في سنة 72 اندمج نادي التحرير مع نادي الوحدة فسموهم العربي وكنا ناخذ بطولات يعني ناخذ في السلة في القدم كنا شوي ها في السلة في الطائرة في البطولات. في سنة 87 خدنا تقريبا 28 بطولة 28 بطولة المركز الأول. البطولات كلها كانت 31 بطولة في الثلاث بطولات الثانية كنا ماخذين المركز الثاني. فعملنا حفلة في النادي فسعد ميلي قال أنا راح أعمل شريط عدة أغاني وأبيك تختار أغنية واحدة من الشريط تغنيها. قلت له سمعني الشريط. سمعني الشريط كنت أنا في الشريط أنا وعلي شاهين وعبد الرحمن اللنقاوي ومحمد جولو. فقلت أنا راح أختار أغنية اسمها العزيز أنت. هي العزيز أنت لحن عراقي وغير لي الكلمات. قلت له أنا أتوقع أن الأغنية هاي راح تضرب. سجلت العزيز أنت والحمد لله يعني صدى الأغنية فتموا الأطفال يغنوها قبل الكبار واستمرت الأغنية هذه لوقت حالي في العربي كل العزيز أنت. لما أروح النادي يقولون لي العزيز أنت. الحمد لله يعني الأغنية الرياضية هي انتشرت يعني أنا ما توقعت منها أنها راح تنتشر كذا. فحتى الأندية الثانية الحين في التشجيع تموا يغنون العزيز أنت بس يقلبوا من العربي لناديهم يعني. فالحمد لله توفقت أنا في الأغنية الرياضية هاي. هي الأغنية سجلناها تقريبا في 87 كلمات سعد ميلي تقول الكلمات العزيز أنت العزيز أنت العزيز أنت يا شمعة أملنا جيت عرباوي جيت عرباوي جيت عربة والبطل انت فريقنا كبرت يا يما والايام تمشي شفت ما يعادل الام ثمن كل شيء يا يما الشمس. كنت انا ازور امي واغني لها اوقات يعني لان هي كانت تشجعني كثير. امي تحب تسمع الاغاني القديمه بس أنا الحين محافظ الأغاني اللي كنت أغني لها وتستانس مسكينة يعني كل أسبوع راح أغني لها أغنية وأطلع من عندها. فكنت أغني لها الأغاني الشعبية القديمة وهي تستانس يعني ترتاح من الأغاني وأروح لها أوقات المطبخ هي تطبخ وأنا أغني لها يعني أيام حلوة كانت والله. طبعا أنا غنيت يعني معظم الأغاني الرياضية وغنيت أغاني عاطفية بس كنت أتمنى أغني لون واحد بس ما حصلت الكلمة يعني أنا كنت أتمنى أغني عن الأم فما حصلت الكلمة اللي تستحق الأم يعني. فعلى ذاك على كل حال راح أسمعكم أغنية عن الأم أنا دائما أغنيها يعني بين نفسي أغنيها. الأغنية هذه حق الفنان العراقي سعد جابر وراح أسمعكم مقطع منه إن شاء الله. كبرت يا يما والأيام تمشي شفت ما يعادل الأم ثمن كل شي يا يما الشمس من تمشي تمشي
يا يما الشمس من تمشي تمشي يا تربة طاهرة ودار ربينا بحضنك الصغار المحبة تنحني وتبوس ايدك ويصلي الوطن لعيونك يا جنة يا أمي يا أمي يا أمي يا 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 أمي يا أمي يا أمي يا أم الوفا. طبعا أنا غنيت أغاني وطنية كثيرة، طبعا لي الشرف أن أغني على بلادي قطر، لكن مع الأيام كلمني الأستاذ تيسير قال لي عبد الرحمن عندي أغنية أحبك أن أنت تغنيها. قلت له زين سمعني إياها. سمعني الأغنية، قلت له بس، وهاي كلمات تيسير والأغنية من ألحان ناصر الحمادي، طبعا سجلناها في مصر، وهاي الأغنية اعتبرها أنا عزيز، يعني هي وطنية وحزن فيها، وهي اسمها قطر عطشان، فأحب أسمعكم منها شوي. قطر عطشان ارويني قطر والهان ضميني أحلك وأنا بالأحضان وكل إنسان كحلة شوفت بلاده لأنك أطيب البلدان وإذا هدنا التعب صرتي لنا وسادة أحلك وأنا بالأحضان وكل إنسان كحلة شوفت بلاده